دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا خلصنا المحاضرة الاولانية بتاع السباينال كورد، هنبدأ في البرين ستيم. واتفقنا ان احنا بالبرين ستيم واحنا جايين من تحت لفوق كده هنلاقي البرين ستيم ثلاث اجزاء. لو جينا بصينا هنا ادي البرين ستيم، عشان نشوف البرين ستيم ابو ثلاث اجزاء ده لازم نقلب الفصين الكبار بتوع المخ. يبقى انا هنا اهو باصص على الانفيريور سيرفيس بتاع البرين، ده السيريبرم من تحت او الاثنين سيريبرال هيمسفيرز، الفصين كل واحد نص كوره، واللي انت شايفه دوت البرين ستيم. طب بنقلب ليه؟ عشان البرين ستيم حجمه صغير بالنسبه للسيريبرم. لقينا البرين ستيم تلات اجزاء واحنا جايين من تحت، ادي المظله اوبلونجيتا النخاع المستطيل، ودي اطول حته اللي في النص ده بونس، اما اعلى حته ده بيبقى اقصر جزء، ده اسمه الميد برين. المفروض في اورجان موجود ورا البرين ستيم اسمه السيريبيلم، المفروض ما يبانش. هنا باصين على البرين ستيم من قدام، ولكن عشان السيريبيلم المخيخ حجمه كبير بالنسبه للبرين ستيم، في حتت منه بتبان من قدام على جانبي البرين ستيم. والسيريبيلم قلنا قبل كده بيغير من السيريبرم. اشمعنى انت يا سيريبرم فصين كبار؟ انا هعمل فصين صغيرين هنسميهم سيريبيلر هيمسفيرز. يبقى في سيريبرال هيمسفيرز وسيريبيلر هيمسفيرز. تعالى كده بقى نبص مع بعض. طبعا دي نفس الرسمه، قلبين المخ وباصين عليه من تحت، وادي المظله، وادي البونس، وادي الميد برين. هنا السيريبيلم متشال، كان المفروض يبان منه هنا اجزاء على جانبي البرين ستيم. لو جينا ابتدينا حضرتك نبص كده، ادي برضو رسمه قلبين المخ وباصين من تحت، وادي حضرتك البرين ستيم باجزائه الثلاثه، ادي المظله بونس ميد برين، وادي السيريبيلم في منه اجزاء بتبان من قدام على جانبي البرين ستيم. لو بصيت على الرسمه دي زيها بالظبط، ادي مظله بونس ميد برين، وادي اجزاء من السيريبيلم على الجنب. مهم قوي في الاول نعرف احنا باصين قدام ولا ورا ولا من الجنب. لو بصيت على البرين ستيم من قدام هتلاقي فيه دراعين في الميد برين وما بينهم حفره. البونس بيبقى كونفكس قدام وده بيبان احسن في المنظر الجانبي. المظله مليانه حتت عاليه اليفيشن وحتت منخفضه ديبريشن من قدام. يبقى انا كده عرفت ازاي انا باصص من قدام. لو حضرتك بصيت معايا الرسمه دي برضو من قدام، بس شايلين جزء كبير من السيريبرم، ابو الدراعين ده وما بينهم حفره يبقى الميد برين، والكونفكس هنا اللي قدام ده في النص يبقى البونس، والطويله اللي تحت اللي مليانه اليفيشنز وديبريشنز دي المظله، واللي على الجنب دوت جزء من السيريبيلم، ده فص من الاثنين سيريبيلر هيمسفير. لو جيت بصيت هنا نفس الكلام، ادي برضه باصين من تحت، ادي الاثنين سيريبرال هيمسفيرز فصين المخ الكبار من تحت. ادي ابو دراعين قصيرين، ده اعلى جزء ميد برين وما بينهم فصه، ادي الكونفكس اللي قدام في النص بونس، والطويله اللي مليانه اليفيشنز وديبريشنز دي المظله، واخيرا على الجنبين ده الفصين بتوع السيريبيلم سيريبيلر هيمسفيرز. هنا حضراتكم احنا باصين من ورا، واللي قال لي ان انا من ورا شايف اربع كور في الميد برين، المفروض لو قدام هيبان دراعين. ده الباك اوف بونس، ده الباك بتاع المظله، نفس الكلام هنا، ادي اربع كور بتوع الميد برين من ورا، ده الباك اوف بونس وده الباك اوف المظله. نفس الكلام المنظر ده من ورا، اربع كور هم بتوع الميد برين، باك اوف بونس وباك اوف مظله. طبعا في اللقطه دي واللي قبليها بتوع المنظر الخلفي كنا شايلين السيريبيلم عشان نقدر نشوف الباك اوف البرين ستيم. المنظر الجانبي بقى مهم قوي، في جانبي خارجي بيسموه لاترال او سايد فيو، وفي جانبي داخلي بيسموه ساجيتال سيكشن. هتعرفهم ازاي؟ دلوقتي السيريبيلم مش لازق في السيريبرم، طيب معنى الكلام كده ان السيريبيلم جوه الجمجمه مش ثابت؟ لا، ربنا يخلق لي ست حزم من الخيوط العصبيه هيبقى عملوا ثلاثه باند او باندل اوف نيرف فايبر، شايف اللون الاحمر واللون الاخضر واللون الازرق. الاحمر ده جاي من الميد برين رايح للسيريبيلم، والاخضر ده جاي من البونس رايح للسيريبيلم، والازرق ده جاي من المظله رايح للسيريبيلم، اسمهم سيريبيلر بيدانكل. كلمه بيدانكل معناها باند او باندل اوف نير فايبر، حزمه من الخيوط العصبيه، والخيوط العصبيه هنا بيبقى لونها ابيض، فدول باندز اوف وايت ماتر. تمام؟
طبعا هما مش ثلاثة هما ستة، ليه؟ لأن أنت باصص من الجنب لاترال فيو أو سايد فيو، في زيهم ثلاثة الناحية التانية، يبقى معنى كده إن السيريبيلم بيبقى لازق في البرينستيم بستة بنز أو باندل من النير فايبر لونهم أبيض وايت ماتر، ودول عشان نمسك السيريبيلم في البرين ستيم، بنسمي دي أي سي بي، بنسمي دي أم سي بي، بنسمي ديت اس سي بي، تمام؟ ده اختصار انفيريور وميدل وسوبيريور سيريبيلر بدانكل. يبقى لما اشوف دول يبقى ده منظر جانبي خارجي. في حين ان انت هنا لما حضرتك بصيت من الجنب مش لاقي السيريبيلر بدانكلز، ده مش سايد او لاترال فيو، ده احنا قطعنا بالطول في نص المخ، فظهر لنا كافيتيز تجويفات جوه البرين. لما تلاقي الكافيتي ضيقه زي السهم الاحمر اللي في الميد برين او السهم الاحمر اللي موجود في المظله من تحت ده، يبقى ده حضرتك نارو كافيتي هنسميه سنترال كانال. ولو كملت تحت مع السباينال كورد كان في نص حرف الاتش كان في برضه سنترال كانال. في حين ان الكافيتي الواسع اللي ما بين البونس والنص الفوقاني بتاع المظله والسيريبيلم ده اسمه فينتريكال. فينتريكال معناها وايت كافيتي. لما تاخد موديول الكارديوفاسكولار تعرف ان القلب اربع غرف، اثنين اتريا واثنين فينتريكلز، الاثنين اتريا جمع اتريا اوزين، اثنين فينتريكلز جمع فينتريكال بطين، بس فينتريكال في الكارديوفاسكولار معناها بطين غرفه في القلب، انما هنا في البرين ستيم بتاعنا معناها او حضرتك في البرين عامه معناها وايت كافيتي. طبعا اتشالت كده السيريبيلر بدانكلز، يبقى لما تشوف الكافيتيز دي يبقى ده منظر جانبي داخلي بيسموه ساجيتال سيكشن. يبقى عرفنا هنفرق ازاي ما بين لاترال او سايد فيو والساجيتال سيكشن. واحد يسالني ربنا ليه عامل لنا كافيتيز جوه السي ان اس بتاعنا؟ عشان ينزل جواه سائل اسمه سي اس اف. سي ده اختصار سيريبرو مخ، واس ده سباينال، واف ده فلويد. وبالتالي كنا سمعنا اسم كلمه سي اس اف دي مع السباينال كورد. اتفقنا ان ربنا بيحوط البرين والسباينال كورد باغلفه اسمها مينينجيس. اللون الاحمر والاخضر والازرق دول اللي هم اسمهم السيريبرال مينينجيس بي او اراكينويد وديور. كان في زيهم حوالين السباينال كورد كان اسمهم سباينال مينينجيس بي او اراكينويد وديور. وكنا اتفقنا ان في سبيس المنقط بلون اسود ده اللي بيلف حوالين المخ ما بين المينينجيس، وتحت كان بيلف حوالين السباينال كورد ما بين المينينجيس، السبيس ده تحت الاراكينويد ما بينها وما بين البياماتر اسمه سب اراكينويد سبيس. وكنا اتفقنا ان السبيس ده في سائل اسمه سي اس اف، ده السائل اللي كان موجود في الكافيتيز بتاع السي ان اس. طب خرج ازاي؟ هيطلع عن طريق فورامينا حضرتك هنا اهوت في الفنتريكال ده، ويدخل يلف حوالين المخ والسباينال كورد ما بين المينينجيس في السب اراكينويد سبيس. طب ليه ربنا خرج كميه كبيره من السائل، مش كميه قليله، كبيره، وخلاها تلف حوالين البرين والسباينال كورد؟ عشان ربنا حاطط لي المخ جوه علبه خشبيه اسمها سكال، وحاطط لي السباينال كورد جوه علبه خشبيه اسمها فيرتبرال كولم، فلازم نعمل لهم حمايه، ويبقى السائل ده عامل لنا ووتر كوشن يعني مخده مائي. كده اهو حضرتك لو بص دي رسمه لاترال فيو، ادي البرين ستيم قدام ورا السيريبيلم، ادي السيريبيلر بدانكلز ده الانفيريور بتاع المظله، وده الميدل بتاع البونس واللي من ورا ما بيبانش هنا ده بتاع الميد برين سوبيريور. لو جيت بصيت هنا اهو ادي البرين ستيم من الجنب لاترال فيو او سايد فيو بس السيريبيلم مش مرسوم، ادي الاي سي بي، ادي الام سي بي، واللي مش مرسوم بيبان من ورا احسن الاس سي بي. تمام؟ دي رسمة الساجيتال سيكشن. حضرتك شايف ادي دراع وكورتين بس الميد برين، واللي ما بينهم ضيقة سنترال كانال. نفس الكلام هنا عملنا مور زومينج، وادي حضرتك البونس كونفكس القدام، وادي حضرتك المظلة وفيها من تحت سنترال كانال. نفس الكلام هنا بونس كونفكس القدام، مظلة وفيها سنترال كانال. حبيبي ما بين البونس والنص الفوقاني بتاع المظلة والسيريبيلم في كافيتي واسعة، بونس والنص الفوقاني بتاع المظلة والسيريبيلم كافيتي واسعة اسمها الفنتريكال الرابع، فورث فنتريكال. معنى الكلام ان في فيرست وسكند وثيرد فنتريكلز، دول هناخدهم فوق مع السيريبرم مع فص المخ الكبير، انما اللي ريليتد للبرينستيم اسمه الفنتريكال الرابع. بعد كده هنا في الفورامين ماجنم اهو، ويخلص البرين ونبدا السباينال كورد. كل اللي احنا قلناه ده كان عباره عن ايه؟ مقدمه بنعرف بيها قدام من ورا والجانبي خارجي ولا داخلي. والكلام ده هيمشي معانا على فكره في المظله والبونس والميد برين، يعني نفس الرسومات دي هنرجع نشرح عليها في المحاضرات الجايه البونس والبرين.
نيجي بقى نشرح المظلة بتاعتنا. اولا ايه تعريف المظلة؟ دي اوطى حتة اللور موست بارت اوف ذا برين ستيم. طب بالنسبة للسايز دي لونجست بارت، دي 3 سم. طب الاكستنت المدى، انا ما بين الفورامين ماجنم كتكملة الفوق من السباينال كورد لغاية اللور بوردر بتاع البونس، يبقى انا ما بين الماجنم وما بين البونس. انا كده خلصت تعريفي وطولي ان انا اطول جزء 3 سم والاكستنت. العنوان اللي بعده اسمه بارتس، اجزاء المظلة. طلع المظلة بنقسمها جزئين، لور هاف في الحتة دي اسمه كلوزد، وابر هاف في الحتة دي اسمه اوبن. مش هيبان بقى سميناهم اوبن وكلوزد بناء على ايه في الرسمة دي، امال هنروح للرسمة دي. دي رسمة الساجيتال سيكشن، واعتقد ان انا قلت ما بيبانش فيها السيريبيلر بدانكلز، دول بيبان فيها كافيتس. بص كده النص التحتاني بتاع المظلة فيها نارو كافيتي اسمها سنترال كانيل، والنص التحتاني بتاع المظلة قافلة على السنترال كانيل ومحوطها، فيسموا النص التحتاني بتاع المظلة كلوزد مظلة. حلو قوي. تعال بص للنص الفوقاني بتاع المظلة، تلاقي فاتح على سبيس وراه اسمه الفنتريكل الرابع. ما احنا قلنا الكافيتي لما تبقى واسعة يسموها فنتريكل، وقلنا رابع لان في 4 فنتريكلز تبع البرين، واحد ريليتد للبرين ستيم ده الرابع، وفي 3 هنا هيبقوا ريليتد للسيريبرم اللي هم الفصين الكبار. يبقى النص الفوقاني بتاع المظلة يسموها اوبن مظلة. ليه اوبن؟ لان فاتح على سبيس ورايا اسمه الفنتريكل الرابع. طبعا في ناس هتفتكر ان عندك ان الباك اوف ذا بونس ظهر البونس والباك بتاع النص الفوقاني بتاع المظله اللي اسمه اوبن مظله عاملين بالنسبه للفنتريكل ده جدار امامي، وان السيريبيلم عامل بالنسبه للفنتريكل ده جدار خلفي. يقول لك اصح، ما كده قدام وكده ورا، واحنا بنعرف قدام من ورا ازاي. السيريبيلم بيبقى ورا، البونس كونفكس لقدام، من ورا لا بيبقى فلات. الدراع بتاع الميد برين قدام انما الكورتين ورا. لو طلعت لفوق لفص المخ الكبير نهايتين قدام ونهايه واحده ورا، يبقى كده امتيريور وكده بوستيريور. في حقيقه الامر ان البرين ستيم والسيريبيلم جوه السكال مش واقفين كده، بيبقوا مايلين لقدام. فلو ميلنا الكلام ده لقدام هيطلع ان الباك بتاعه البونس والباك بتاع النص الفوقاني بتاع المظلة اوبن، عاملين بالنسبة للفنتريكل ده ارضية فلور، والسيريبيلم هيبقى راكب عليهم يعمل سقف. يبقى خد بالك ان الفنتريكل الرابع الفورث فنتريكل ارضيته باك اوف بونس وباك اوف الابر هاب بتاعت المظلة اسمها اوبن، والسقف هيبقى سيريبيل. السقف هيطلع في حاجات تانية، بس من ضمن الحاجات اللي هنلاقيها في السقف هتبقى السيريبيلم. بما ان البونس فوق يبقى عامل النص الفوقاني من الأرضية، وبما ان الاوبن مظلة تحت يبقى عاملة النص التحتاني من الأرضية. هي الاوبن مظلة هي النص الفوقاني بتاع المظلة، ولكن بالنسبة للفنتريكل هي النص التحتاني من الأرضية. يبقى انا كده عرفت الجزئين، ده الكلوزد اللي في السنترال كانال، وده الاوبن حضرتك اللي بيدخل في عمل أرضية الفورث فنتريكل بس بيعمل النص التحتاني عشان الباك اوف بونس عامل النص الفوقاني. كلام عظيم. بعد كده رحنا حضرتك اسمه الاكسترنال فيتشرز او السيرفيسز، الوصف الخارجي او السيرفيسز الاسطح. طلع المظله ليها سطحين، السطح الامامي ده اسمه انترو او فينترو لاترال سيرفيس، لانه واخد كيرف كده فبيبان من قدام ومن الجنب، انترو او فينترو لاترال سيرفيس، وده اللي حضرتك شايفه كده. من ورا لما قلبنا اكيد هيبقى بوستيريور سيرفيس، وده بيبقى فلات. يبقى خد بالك انا عندي سطحين، هنبدا الاول بالانترولاترال او فينترولاترال. هنلاقي الاول في النص هنا في سلكس او جروف اسمه انتيريور ميديان سلكس او جروف، بيتهيألي سمعنا ده. كان السباينال كورد عليه 6 لونجيتيودنال جروفز، واحد منهم اسمه انتيريور ميديان، يبقى الانتيريور ميديان ده بيكمل تحت على السباينال كورد. يبقى اول حاجه في خط النص من قدام انتيريور ميديان جروف او سلكس. بص على جانبيه كده تلاقي في لونجيتيودنال اليفيشن حته عاليه بيسموها بيراميد. هل بيسموها بيراميد عشان شكلها هرمي؟ لا، عشان عاملها حزمه من الخيوط العصبيه اسمها بيراميدال تراكت او بيراميدال فايبر. طب هم سموها بيراميدال ليه؟ يبقى اللي عامل الاليفيشن ده فايبر اسمها بيراميدال تراكت او فايبر. سموها بيراميدال لان القشره الخارجيه بتاع فص المخ الكبير السيريبرال هيمسفير، تركيب الفص ده عكس تركيب السباينال كورد. حد فاكر السباينال كورد كان حرف اتش داخلي لونه غامق جري وحواليه وايت ماتر بلون ابيض، تمام؟
هنا تركيب فص المخ الكبير سببه الهيمسفير ده العكس. الجري هي الطبقه الخارجيه، القشره اللي انت شايفها كورتكس، والقلب هو اللي لونه ابيض الوايت ماتر. يبقى هنا الجري جوه وحواليه ابيض، هنا حضرتك الجري بره وجوه هو الابيض. يبقى انا هنا اللون الخارجي هو الجري، ودي القشره بيسموها كورتكس. لقينا في القشره بتاع فص المخ دي خلايا كده شكلها بيراميدال، اكتشفها واحد اسمه بيتز فسموها بيراميدال سيلز اوف بيتز. هي دي اللي هتنزل لنا البيراميدال تراكت او بيراميدال فايب. يبقى انا عرفت يسموني بيراميدال ليه؟ على اسم الخلايا اللي انا جاي منها. حضرتك طلع في نوعين من الفايبر نازله في البيراميدال تراكت. لو نازله من القشره وتنزل في البرين ستيم وتقف عند دخولها المظله اسمها كورتيكو نيوكلير او كورتيكو بالبر، بتروح لانويه الكرينيال نيرفز اللي مدفونه جوه البرين ستيم. اظن عيب ان اقول لك ان في نوعين من الاعصاب قلنا قبل كده، الاعصاب اللي بتطلع من المخ اسمها كرينيال ودول 12 على كل ناحيه، واللي بيطلعوا من السباينال كورد اسمهم سباينال ودول 31 على كل ناحيه. فانت لو نازل من القشره رايح ليه هنا بدايه المظله وهتقف، مش هتكمل في المظله لتحت، دي كورتيكو نيوكليير او كورتيكو بالبر. بالبر يعني برين ستيم، بتروح للنيوكلياي اوف ذا برين اوف ذا كرينيال نيرفز اللي مدفونه جوه البرين ستيم. انما لو انت جاي من القشره ومكمل لتحت لنهايه المظله وقبل النهايه بتعمل كروس للاوبوزيت سايد بنسبه 80-85% من الفايبر وتنزل في الاوبوزيت سايد اوف سباينال كورد، يبقى اسمك كورتيكو سباينال. ما انت جاي من القشره رايح للسباينال كورد اوبوزيت سايد. سؤال هتقوله امال ال 15-20% الباقيين بتوع الكورتيكو سباينال اللي ما عدوش للاوبوزيت سايد يروحوا فين؟ يكملوا تحت في نهايه المظله وينزلوا في السباينال كورد، يعدوا للاوبوزيت side. يعني بالبلدي الكورتيكو سباينال فايبر كلها بتعدي الاوبوزيت سايد بس 85 في نهايه المظله و15 20 تحت في السباينال كورد. على فكره في ناس بتقول ان في حوالي 5% كده من الفايبر نسبه بسيطه ما بتعديش للاوبوزيت سايد وبتنزل في السباينال كورد في نفس الناحيه، مش مشكلتنا دلوقتي. قام واحد جدع قال لك يعني يا دكتور اللي عامل البيراميد ده هي الفايبر اللي اسمها كورتيكو سباينال. ايوه ما دي اللي كملت في المظله لان الكورتيكو نيوكلير انتهت مع دخول المظله، انما اللي بتنزل لتحت كورتيكو سباينال. طب والكورتيكو سباينال دي بستفاد منها في ايه؟ بتروح للسباينال كورد بس الناحيه العكسيه عشان مسؤول عن حركه ايدي ورجلي بتوع الناحيه العكسيه. طبعا الكلام ده كله مش مشروح عندك، اللي مشروح ان هنا ان ده اسمه بيراميد معمول من كورتيكو سباينال فايبر اوف بيراميدال تريك. انا جبت لك القصه من اولها. اصل احنا عندنا بنشرح اكسترنال فيتشرز او جروس مورفولوجي اللي هو الوصف الخارجي، انترنال ستراكشر ده حضرتك ما بيتشرحش بالنسبه لك، انما بنضطر نحتاج له، انت مش مطالب بيه، بنضطر نحتاج له عشان نفهمك الاكسترنال فيتشرز. تمام، تعال بص لاترال للبيراميد تلاقي فيه اوفال اليفيشن، في حاجه مدوره كده بارزه بيسموها اوليف، دي مدفون تحتها نواه اسمها الايه؟ اسمها الانفيريور اوليفري نيوكليس. طبعا معنى بقول انفيريور اكيد في سوبيريور. تمام، النواه دي اكسترا بيراميدال سنتر. ايه الفرق ما بين بيراميدال واكسترا بيراميدال؟ البيراميدال تراكت اللي هو واحد على كل ناحيه، وده حضرتك بعد اذنك اللي عمل البيراميد طلع البيراميدال تراكت ده مسؤول عن الحركات السكيلد المهاريه الفاين الدقيقه البريسايز المحدده السبيسيفيك الخاصه، زي ان اربط زراير القميص وافكها، اربط رباط الجزمه وافكه، ده اجيب القلم واقلبه كده اهوت، حضرتك اشيل غطا واحطه من ورا، دي حركات كلها سكيلد فاين بريسايز سبيسيفيك. انما بقى في عندنا تراكتس كتيره خارج البيراميدال ملهاش علاقه بالبيراميدال اسمها اكسترا بيراميدال. اهو النواه اللي مدفونه هنا دي سنتر عشان يطلع منه اكسترا بيراميدال تراكت، يبقى البيراميدال تراكت واحد على كل ناحيه، انما الاكسترا بيراميدال تراكت قطار على كل ناحيه، ده سنتر للاكسترا بيراميدال تراكت، النواه اللي مدفونه هنا اكسترا بيراميدال. طب والاكسترا بيراميدال تراكت دي مسؤوله عن ايه؟ دي بقى مش مسؤوله عن الحركات السكيلد السبيسيفيك الفاين البريسايز، دي مسؤوله عن الجروس موفمنت الحركات العنيفه وتش ريكواير تتطلب الاكتيفيتي النشاط بتاع لارج جروب اوف ماسل كميات كبيره من العضلات، زي تقعد تقوم تقف ترجع تقعد، ده اكسترا بيراميدال. يبقى عرفنا ان هنا بيراميد من البيراميدال تراكت، وهنا ده مدفون نواه اكسترا بيراميدال، والفرق ما بين بيراميدال واكسترا بيراميدال. المعلومه اللي بعديها فيه عندك شق هنا سلقس او جروف ما بين الاوليف والبيراميد اسمه انترولاترال فيشر او سلقس، وفي عصب طالع هنا. اظن عيب ان احنا لسه قايلين
ان انويه الكرينيون نيرفز مدفونه جوه البرين ستيم. المعلومه اللي بعديها كل الكرينيون نيرفز هتمسك وتطلع من البرين ستيم ما عدا واحد واثنين، هم 12 كرينيون نيرف كلهم ليهم انويه مدفونه جوه البرين ستيم وبيطلعوا من البرين ستيم ما عدا رقم واحد ورقم اثنين. واحد ده بتاع الشم اسمه الفاكتوري بيطلع من الغشاء المخاطي بتاع الانف الفاكتوري ميوكوزا، اثنين بتاع البصر بيطلع من الشبكه الشبكيه اللي هي الطبقه الداخليه في العين، لان العين انت واخد ماسكولوسكيليتال وان ثلاث طبقات اوتر وميدل وانر، اللي بيطلع من الطبقه الانر من الريتنا هو اللي اسمه اوبتيك نيرف. انما بقيت حضرتك الكرينيال نيرفز النيوكليوي بتاعتها موجوده فين؟ في البرين ستيم. احنا ما بنشوفش النيوكليوي، بنشوف الاليفيشن اللي عامله النيوكليوي وبنشوف الاكزيت بتاع النيرف خروج النيرف. فالعصب اللي طالع عندك من الانترولاترال سالكس ده اسمه الهايبوجلوسا نيرف، ده العصب رقم 12، ده رايح هايبو يبقى تحت جلوسا يعني لسان، ده رايح يمشي تحت اللسان بيدي المسلز اوف ذا تانج. تعال بص الاوليف لاترال ليها، لقينا فيه هنا حاجه كده بارزه، عارف دي ايه؟ دي البند للحزمه من الخيوط العصبيه اللي بتوصل المضله بالسيربيلم. خدت بالك كانت باينه من قدام لاترال وبعدين بقت منقطه رجعت لورا، يعني دي مش هتكتفي بمكانها قدام انترولاترال، دي بعد كده هترجع بوسترولاترال عشان لما توصل للور بوردر اوف ذا بونز تقوم داخله فين؟ في السيريبيلم. دي الاي سي بي انفيريور سيريبيلر بدنكل، واحنا قلنا ان في ست حزم من الخيوط العصبيه. بص حضرتك بعد اذنك المنظر ده من ورا، ايه ده يا عم؟ دي الاي سي بي اهي، ما اكتفتش بمكانها من قدام انترولاترال، عملت بروجكت بوسترولاترال، حبيبي دي تمشي ابورد اند لاترال زي ما انت شايف، لغايه لما توصل للور بوردر اوف بونز، المفروض بعد كده تتني ترجع لورا كده عشان تدخل الاورجن اللي ورا اللي هو السيريبيلم. يبقى انا عندي في حاجه اسمها الاي سي بي، ما اكتفتش بمكانها من قدام، عملت بروجكت بوسترولاترالي. تمام. طبعا لو حضرتك بصيت كده هوت معانا، احنا كده اهو حضرتك بعد اذنك دي رسمه جايبه لك المضله من قدام، تمام؟ ادي حضرتك هنا هوت الانتيريور ميديان فيشر، ادي البيراميد، ادي الاوليف، ادي الانترولاترال سالكس مكان طلوع العصب رقم حضرتك 12 هايبوجلوسال. المفروض هنا في اي سي بي مش باين قوي، موست لاترال انتيريورلي، وطلع ان في سالكس كمان موجود ما بين الاوليف والاي سي بي اسمه بوسترولاترال سالكس. يبقى اللي قبل الاوليف انترولاترال واللي بعديها بوسترولاترال. انترولاترال كان مطلع العصب رقم 12 هايبوجلوسال، بوسترولاترال بيطلع ثلاث اعصاب اللي هم مين بقى الثلاث اعصاب؟ اللي هم حضرتك رقم 9 جلوسو فارنجيال بيروح للسان والبلعوم، واحد يقول انت بعت اللسان رقم 12 ده كان موتر، انما رقم 9 ده سنسوري، رقم 10 ده فيكس الحيراني بيمش حته في الرقبه وحته في الصدر وحته في البطن، رقم 12 اسمه المساعد اكسسوري وده اسمه كرينيال روت اوف اكسسوري، لان خدت في ماسكول سكيليتال 1 ان انت عندك اثنين اكسسوري نيرف او جزئين للاكسسوري نيرف، جزء طالع من المخ اسمه كرينيال وجزء طالع من سباينال كورد اسمه سباينال. دي رسمة تانية لو حضرتك عايز تبص كده معايا من قدام. انا كده خلصت المضلة من قدام، ما تنساش ان المضلة من قدام فيها انتيريور ميديان فيشر وفيها بيراميد وفيها اوليف وقبلي انترولاترال سالكس مكان طلوع العصب رقم 12، وبعدين في عندنا حضرتك بعد الاوليف في اي سي بي، والاي سي بي ده وما بيكتفيش بمكانه من قدامه بيرجع لورا، وخد بالك ان انت ما بين الاي سي بي والاوليف في سالكس اسمه بوسترولاترال مكان طلوع الاعصاب 9 و10 والجزء الكرينيال بتاع 11. يبقى الكرينيال نيرفز اللي ريليتد للمضله هم اخر اربعه كرينيال نيرف 9 و10 جزء كرينيال من 11 ورقم 12. بالنسبة حضرتك للمضلة من ورا، هنبتدي نشرح المضلة من ورا. لما نيجي نشرح المضلة بقى من ورا، احنا خلصنا الانترولاترال او الفنترولاترال سيرفس، هنلاقي ان المضلة هتتشرح النص التحتاني لوحده والنص الفوقاني لوحده. النص التحتاني بتاع المضلة من ورا لقينا في النص في حفرة اسمها بوستيريور ميديان جروف او فيشر او سالكس، ودي سمعنا ليها اسم قبل كده مع السباينال كورد، كان من ضمن السته لونجيتيودنال سالكاي او فيشرز بتوع السباينال كورد، كان في من ورا بوستيريور ميديان، وقلنا ان ده بنعرفه انه بيبقوا شالو لان الانتيريور ميديان كان بيبقى ديب، ده في السباينال كورد.
طلع ان البوستيريور ميديان سالكس او جروف او فيشر ده اللي موجود على النص التحتاني بتاع المظله من ورا مكمل مع بتاع السباينال كورد. بص على جانبي البوستيريور ميديان فيشر او جروف او سالكس تلاقي فيه اتنين ريدجز خطين، الاخضر ده اسمه جراسيل تراكت وبينتهي في حاجه اسمها جراسيل تيوبريكال، والاحمر ده اسمه كيونيت تراكت وبينتهي في حاجه اسمها كيونيت تيوبريكال. يعني ايه جراسيل وكيونيت؟ بيتهيألي ان احنا كنا قلنا ان في حاجه اسمها جنرال سنسيشن وسبيشال سنسيشن، الجنرال العام والسبيشال الخاص، الخاص اللي هم الفيجن النظر والهيرنج السمع والسميل الشم والتيست التذوق. الجنرال بيتهيألي كنا قلنا بنقسمها الى حاجتين، حاجه اسمها سوبرفيشال سنسيشن لو المستقبلات موجوده للريسبتور في الجلد، حاجه اسمها ديب سنسيشن لو المستقبلات موجوده في العظم او في المفاصل او في الاعصاب او في العضلات. تمام، الديب سنسيشن دي كانوا بيسموها البروبريو سيبشن. تمام ماشي. طيب دلوقتي بالنسبه لي السوبرفيشال سنسيشن، بين، الم، تمبريتشر، درجه الحراره، تاتش، نوعين، بلمسك واقول لك حدد مكان اللمسه، فاين، حاسس بهدومك عليك اسمها سيمبل او كرود، حاجه ضغط على جسمك تبقى بريشر، دول كلهم سوبرفيشال مستقبلات في الجلد. ديب سنسيشن اسمهم بروبريوسبشن، احساسك بالعظم مع اهتزاز الشوكه الرنانه يبقى اسمك فايبريشن سنس، احساسك بالعضلات لما يبقى فيها مس او فيها التهاب ماسل سنس، احساسك بمكان المفصل وحركته جوين سنس، احساسك بالعصب زي الالنر نيرف لما تتخبط في الميديا الايبيكوندايل بتحس الكهرباء يبقى ده اسمه نيرف سنس. اللي انا قلتهم دول الجنرال سنسيشنز. لقينا ان الجنرال سنسيشنز لو تفتكر لما شرحنا السباينال كورد عشان يوصلوا لمنطقه الاحساس في المخ بيعدوا في ثلاثه اوردر نيرون، ثلاث محطات، دول الجنرال سنسيشنز حضرتك بعد اذنك اللي جايين من البادي بتاعك. قلنا بيعدوا في ثلاث محطات. اول محطه كان في جانجليون موجوده في الدورسال روت بتاع السباينال نيرف اسمها دورسال روت جانجليون. ودي ثابته لكل الجنرال سنسيشن اللي جايه من البادي. ثالث محطه كانت موجوده فوق في المخ اسمها ثالاموس، ودي ثابته لكل الجنرال سنسيشنز اللي جايه من البادي. وقلنا ساعتها المحطه الثانيه مختلفه، في بعض الجنرال سنسيشنز بنلاقي ثاني محطه موجوده في القرن الخلفي الدورسال هورن بتاع حرف الاتش بتاع السباينال كورد، وفي بعض السنسيشنز الجنرال بنلاقي ثاني محطه موجوده في المظله. حلو، طلع بقى الجراسيل تريكت والجراسيل تيوبريكال، سوري انا اسف، جراسيل تراكت وكيونيت تراكت شايلين من جسمي فاين تاتش احد السوبرفيشال سنسيشنز وكل الديب سنسيشنز. يبقى الاثنين تراكتس دول شايلين فاين تاتش احد السوبرفيشال سنسيشنز وكل الديب. في واحد فاكر ان واحد شايل فاين تاتش والتاني شايل ديب، لا ده الاثنين شايلين نفس السنسيشنز، بس الجراسيل من النص التحتاني بتاع الجسم والكيونيت من النص الفوقاني. حبيبي طلع تاني محطة للسنسيشنز دول ما كانوش في السباينال كورد، ده تاني محطة في المضلة، في نواة مدفونة تحت هنا اسمها جراسيل نيوكليس عاملة جراسيل تيوبريكال، وفي نواة مدفونة تحت هنا اسمها كيونيت تيوبريكال، سوري كيونيت نيوكليس عاملة كيونيت تيوبريكال. يبقى أنا كده فهمت، طبعا الكلام ده مش هتلاقيه مشروح عندك، هتلاقي في الاكسترنال فيتشر في الكتاب مكتوب دي جراسيل تراك تنتهي في جراسيل تيوبريكال، دي كيونيت تراك تنتهي في كيونيت تيوبريكال. أنا بجيب لك من الانترنال ستراكشر أو فيتشرز عشان تفهم الاكسترنال بنقول فيتشرز. يبقى دول شايلين فاين تاتش وديب سنسيشن، ده من النص التحتاني وده من النص الفوقاني بتاع الجسم، تنتهي في النيوكليس تاني اوردر نيرون، ودي بتنتهي في النيوكليس تاني اوردر نيرون. يبقى هنا جراسيل وكيونيت نيوكلي هما تاني اوردر نيرون للفاين تاتش والديب سنسيشن. بعد كده بقى بنعدي الاوبوزيت سايد عشان نروح لحاجه اسمها الثالاموس اللي هو تالت اوردر نيرون اللي هو ثابت لكل الجنرال سنسيشنز من البطن. في حاجة مش مرسومة، هنا في حتة عالية المفروض تترسم جنب اللون الأحمر جنب الكيونيت تيوبريكال اسمها تيوبريكولم سينيريوم، وزيها هنا. التيوبريكولم سينيريوم دي حتة عالية مدفون فيها نواة اسمها سباينال نيوكليس أوف تريجيمينال نيرف، العصب الخامس الكرينيال نيرف، ما احنا اتفقنا إن مدفون جوه البرينستيم النيوكلياي بتوع الكرينيال نيرفز ال 12 ما عدا واحد و اثنين، واحد بتاع الشم اللي بيطلع من الغشاء المخاطي بتاع الشم والفاكتوري ميكوزا، واثنين بتاع النظر اللي اسمه اوبتيك اللي بيطلع من شبكية العين. هنا في نواة للترايجيمينال مدفونة وعاملة إليفيشن جنب الكيونيت تيوبريكال اسمها سباينال نيوكليس أوف تريجيمينال. طب بتستقبل إيه من وشي؟ بتستقبل بين وتمبريتشر سنسيشن من الفيس سيم سايد، يعني الناحية اليمين نواة اليمين هنا يجي لها بين وتمبريتشر من وشك يمين، والشمال هنا يجي لها بين وتمبريتشر من وشك من الناحية الشمال. مش مرسومة، قلتها اسمها تيوبريكولم سينيريوم. اخر حاجه عشان نخلص البوستيريور سيرفيس على النص التحتاني الاي سي بي ده، فاكرينه اللي ما اكتفاش بمكانه من قدام
انترولاترال، عمل بروجكت بوسترولاترال ومشي ابورد اند لاترالي لغايه لما وصل لللور بوردر اوف ذا بونس، وقلت لك هيتني ويرجع لورا عشان يدخل جوه السيريبيلم. طبعا لو بصيت هنا ادي بوستيريور ميديان فيشر او سلكس او جروف، ادي جراسيل تراكت بتيوبريكال، كيونيب تراكت بتيوبريكال. المفروض هنا هو حضرتك في حاجه اسمها تيوبريكلم سينيريان برضو مش مرسومه، واللي حضرتك ما اكتفاش بمكانه قدام ورجع لورا ده هيبقى الاي سي بي انفيريور سيريبيلر بطبق. تعالى بعد ما خلصنا النص التحتاني بتاع المظله من ورا، نروح للنص الفوقاني بتاع المظله من ورا. لما جينا بصينا على النص الفوقاني الابر هاب بتاع المظله اللي اسمها اوبن مظله من ورا، بيتهيألي قلنا ان احنا بصين من ورا في اورجان شلناه عشان نشوف المنظر ده اسمه السيريبيلم. ملحوظه على فكره، السيريبيلم ما بيبقاش ورا كل البرينستيم، ده بيبقى ورا البونس وورا المظله في الحته دي كده، يبقى السيريبيلم بيغطي من ورا البونس وورا المظله. اللي قاعد معانا كنا قلنا ان الباك اوف بونس والباك بتاع النص الفوقاني بتاع المظله اللي اسمه اوبن، دول بيعملوا ارضيه كافيتي واسعه اسمها الفورث فينتريكل. وقلنا السيريبيلم اللي احنا شلناه هنا ده المفروض مجازا مش كله، ده جزء منه بيدخل في عمل السقف بتاع نفس الفينتريكل. يبقى خد بالك احنا عشان نشوف المنظر دوت شلنا السيريبيلم حبيبي، ده الباك بتاع النص الفوقاني بتاع المظله اللي اسمه اوبن ده بيظهر عشان شلنا السيريبيلم، ده عامل ارضيه الفينتريكل الرابع عامل النص التحتاني من الارضيه، لان البونس عامل بظهره النص الفوقاني بتاع الارضيه. قلنا الكلام ده في الساجيتال سيكشن، وقلنا السيريبيلم هيشارك في عمل السقف، واحنا شلنا السيريبيلم عشان نشوف المنظر ده. خد بالك ان الباك بتاع النص الفوقاني بتاع المظله اسمها اوبن باوندد على كل ناحيه بالاي سي بي، الاي سي بي انفيوس سيريبيلر بدانكل اللي ابتدت قدام انترولاترال وعملت بروجكت بوسترولاترال، وخدناها ابتدت من عند النص التحتاني من ورا وقامت طالعه كده عشان تعمل السايدز الجناب او اللاترال باوندرز بتاع الفنتريكال الرابع. يبقى الاي سي بي هتلاقيها مكتوبه عندك ثلاث مرات، من قدام في الانترولاترال او فنتريكال سيرفيس، وبعدين من ورا ماشي في البوستيريور سيرفيس بتاع النص التحتاني ابتدت وراحت ماشيه بعد كده اهوت زي ما حضرتك شايفها لفوق ابورد اند لاترالي عشان تظهر لي عامله لي السايدز او اللاترال باوندرز بتاعه الفنتريكال الرابع. اصل انت الفنتريكال الرابع ده شكله دايموند او رومبويد مسا او معين، فالحدود الجانبيه بتاعته في فوق وفي عندك في النص وفي عندك تحت. الاي سي بي بتعمل الحدود الجانبيه بتاع النص التحتاني بتاع الفورث فينتريكال الفينتريكال الرابع. هو ايه اللي فاصل ما بين الباك بتاع الاوبن مظله والباك اوف بونس؟ في فايبر ماشيه بالعرض، شفتها؟ الفايبر اللي ماشيه بالعرض دي اسمها ميدالري ستراين. دي بتفصل ما بين الباك اوف اوبن مظله والباك اوف بونس، يعني ممكن نقسم بيها ارضيه الفورث فينتريكل لابر او بونتاين بارت ولور او ميدالري بارت. طب سموها ميدالري ليه؟ دي فاصله بونس عن مظله، ليه سميناها واختصناها بكلمه ميدالري؟ طلع انها جايه من انويه اسمها اركت نيوكلاي على السطح الامامي بتاع المظله ورجعت لورا، فراحوا مسمين الفايبر دي عشان جايه من نيوكلياي على الانتيبيور سيرفيس بتاع المظله ورجعت لورا ميدالري ستراي. ستراي يعني فايبر. وبيقسمنا الارض لنص فوقاني اسمه بونتاين ونص تحتاني اسمه ميدالري بارت، تمام؟ هل في طريقه ثانيه نقسم بيها ارضيه الفنتريكال الرابع؟ في سلكس اسمه ميديان لونجيتيودنال سلكس، ميديان في النص، لونجيتيودنال طول، سلكس يعني حفره، قسمنا بيها الارضيه النص يمين ونص شمال، عظيم جدا. يبقى لما ناخد الفورث فنتريكال هنعرف ان هو ينفع نقسمه الى ابر بارت او بونتاين ولور او ميدالري عن طريق الميدالري ستراي، وينفع نقسمه الى رايت هاف وليفت هاف عن طريق الميديان لونجيتيودنال سلكس. تعالى بقى نمسك الالوان اللي انت شايفها دي في حضرتك الاوبن مظله من ورا في النص التحتاني من ارضيه الفنتريكال الرابع. لقينا في منطقه على شكل انفيرتد في اسمها انفيريور فوفيا، فوفيا يعني حفره، واكيد انفيريور يبقى في سوبيريور. طلع الانفيريور فوفيا دي، تمام؟ دي بتقسم الارضيه بتاعه النص التحتاني بتاع الفنتريكال الرابع الى ثلاثه تريانجولار ارياز.
المنطقة الخضراء اللي ميديا للانفيريور فوفيا اسمها هايبوجلوسال ترايجون، ترايجون يعني مثلث. طب هايبوجلوسال ليه؟ مدفون جوه نواة العصب رقم 12، واللي فاكر نواة العصب رقم 12 مدفونة هنا، انما خروج الاكزيت بتاع العصب رقم 12 نفسه من قدام بيطلع من الانترولاترال سالكس اللي ما بين الاوليف وما بين البيراميد. في ملحوظة بقى، الكرينيال نيرفز لما تظهر على البرين ستيم، اتفقنا كل الكرينيال نيرفز هتطلع من الانويه بتاعتها مدفونه جوه البرين ستيم، تمام، ما عدا رقم واحد ورقم اتنين. لما تيجي تشوف الاكزيت بتاع الكرينيال نيرفز من البرين ستيم هتلاقي كلهم بيظهروا على الانتيريور سيرفيس، ما عدا واحد بس رقم اربعه هو اللي بيطلع من البوستيريور سيرفيس اوف برين ستيم. معلومه مهم، نيوكلياي اوف كرينيال نيرفز مدفونه كلها في البرين ستيم ما عدا واحد واتنين، الاولاني الشم والتاني بتاع الابصار والفاكتوري اوبتيك. معلومة تانية، كرينيال نيرفز لما تظهر على البرين ستيم بتظهر من قدام زي ما شفنا المظلة ظهر عليها من قدام اخر اربعة كرينيال نيرفز ما عدا العصب رقم اربعة، لما جه يظهر على البرين ستيم بيظهر من ورا من البوستيريور سيرفيس وبعد كده هيلف ويطلع قدام. يبقى هنا مدفونة نواة العصب رقم 12 اللي هو اللي اسمه هايبوجلوسال نيرف، عاملة اليفيشن اسمه هايبوجلوسال ترايجون. هنا ما بين طرفي الفيل انفيريور فوفيا شايف النقط السوداء، في هنا منطقه عاليه اسمها فيجال ترايجون. العصب العاشر اللي اسمه فيجاس الحيران ده ميكس نيرف موتور وسنسوري وبارا سيمباثاتيك. خد بالك ان النواه البارا سيمباثاتيك بتاعته اسمها الدورسال نيوكليس اوف فيجاس، هي اللي عامله لي الاليفيشن ده اللي اسمه فيجال ترايجون. يبقى هنا اللي عامل فيجال ترايجون نواه من بتوع الفيجاس نيرف، الا وهي النواه البارا سيمباثاتيك اسمها الدورسال نيوكليس اوف فيجاس. رحنا لاترالي لقينا ان في لون احمر في الباك اوف اوبن مظله ولون ازرق في الباك اوف بونز، دول كانوا اربع انويه اسمهم فيستيبولار نيوكليوي، وجت المظله الستراية عدت في وسطهم فقسمتهم بقت السوبيريور واللاترال فيستيبولار نيوكليوي في الباك اوف بونز وعاملين اليفيشن اسمه ابر فيستيبولار اريا، والميديال اند انفيريور فيستيبولار نيوكليوي موجودين في الباك اوف اوبن مظله وعاملين اليفيشن اسمها لور فيستيبولار اريا. يبقى انا عندي لور فيستيبولار اريا اللي ماشي اوفرلاينج راكبه على انويه اسمهم انفيريور وميديال فيستيبولار نيوكليوي، وابر او حضرتك بنقول سوبيريور فيستيبولار اريا اللي راكبه على سوبيريور ام لاترال فيستيبولار نيوكليوي. بتوع ايه بقى الفيستيبولار نيوكليوي دول؟ العصب التامن طالع من الاذن الداخليه اسمه فيستيبولو كوكلير، بيقسموه جزئين، جزء فيستيبولار للسمع للاتزان وجزء كوكلير للسمع. يبقى فيستيبولو ده اتزان، كوكلير ده سمع. الجزء الفيستيبولار بتاع العصب التامن يروح للانويه اللي اسمها فيستيبولار نيوكليوي دي الاربعه، تقوم بعته ورا الميم للسيريبيلم. طب حضرتك كده اصبح في علاقه ما بين ودنك وما بين الاتزان، ما هو السيريبيلم ده الاورجن بتاع الايكوليبريم. لو حد خبطك على ودنك، انت عندك الاذن الخارجيه هي اللي بتبان جوه الجمجمه في الاذن الوسطى والداخليه، اللي يحصل مع الخبطه تتاثر الاذن الداخليه اللي بيطلع منها العصب التامن، الفيستيبولار دي بارت او ديفيجن بتاعه بيروح للفيستيبولار نيوكلياي بتتاثر ودي بتبعت للسيريبيلم، يبقى يحصل ديس ايكوليبريم او امبالانس، ممكن يختل توازنك وتقع على الارض. يبقى في علاقه ما بين ودنك وما بين حضرتك بنقول الاتزان. انا كده خلصت الباك بتاعت المظله. بالنسبه للنص التحتاني بوستيريور ميديان سالكس جراسيل تراكت بتيوبريكال كيونيب تراكت بتيوبريكال اللي مش مرسومه التيوبريكلم سينيريام والاي سي بي اللي ابتدت من هنا. النص الفوقاني دخل في عمل ارضيه النص التحتاني من ارضيه الفنتريكال الرابع، وقلنا ان بقسم الارضيه اللي شكلها دايموند او رومبويدال الى نص فوقاني وتحتاني بالمظله الستراية، نص يمين وشمال بالميديان لونجيتيودنال سالك. بصينا هنا في الباك اوف اوبن مظله لقينا فوفيا حفره شكلها في، قسمتني الهايبوجلوسال ترايجون ما بين طرفي الفي فيجال ترايجون وموست لاترالي اللور فيستيبيولار اريا او اليفيشن. ان بي ملحوظه اخيره قبل ما نسيب بقى كده السيرفيسز او اكسترنال فيتشرز، هنا في بروتيوبرانس حته عاليه عند الانفيريو بوستيريور ليميت بتاعت الفنتريكال الرابع، يعني في الفنتريكال الرابع من تحت ومن ورا، الحته العاليه اللي هنا مش مرسومه اسمها بوست اريا اوف بوستريما. هنا اريا اوف بوستريما دي مدفون جواها الفوميتنج سنتر، في حاجه اسمها الكيمو ريسبتور تريجر زون.
الواحد لما الضغط جوه المخ بتاعه بيعلى زياده الانتراكرينيا البريشر، يقوم يضغط على المنطقه دي الاريا بوستريما ديت. الحته دي منطقه الترجيع فوميتنج سنتر، في حاجه هنا جوه مدفونه اسمها كيمو ريسبتور تريجر زون، فيحصل لها ستيميوليشن فالبني ادم يعمل فوميت يرجع. يبقى من اعراض زياده الضغط جوه المخ الفوميتنج، لان هضغط على الاريا بوستريما دي اللي عند الانفيريو بوستيريور ليميت بتاع الفنتريكال الرابع اللي فيها الفوميتنج سنتر اللي مدفون اسمه كيمو ريسبتور تريجر زون. طبعا لو جيت هنا بصيت معانا ادي حضرتك ده كده الارضيه بتاع الفورس فنتريكال اللي شكلها دايموند او رومبويد، وادي حضرتك لو انت باصص هتلاقي الاتي. لو بصيت معانا كده كويس هتلاقي هنا اهوت، ادي ده الميديان لونجيتيودنال سالكس اللي قاسمني نص يمين وشمال، ادي الميدالر ستراي اللي قاسمني الى بونتاين او ابر بارت وحضرتك ميدالري او لور بارت. هتلاقي حضرتك ادي هنا ده حرف الفي المقلوب اللي هو بتاعنا انفيبيور فوفيا، دي الهايبوجلوسال ترايجون ما بين طرفي الفي فيجال ترايجون، وحضرتك هنا هو بعد اذنك دي الفيستيبيولار اريا اللي اسمها لور فيستيبيولار اريا. تمام تمام. لو جيت بعد هنا بصيت هنا نفس الكلام، ده النص التحتاني من ورا ميديان بوستيريور ميديان سالكاس جراسيل تراكتام تيوبريكال كيونيت تراكتام تيوبريكال، المفروض هنا في التيوبريكلام سينيريام، وادي الاي سي بي، ادي هنا الفورس فنتريكال، ده الباك اوف بونس وده الباك اوف اوبن ميدالا، وادي حضرتك ادي حرف الفي الفوفيا، وادي هنا ميديال للهايبوجلوسال ترايجون ما بين طرفي الفي فيجال ترايجون ولاترالي اللور فيستيبيولار اريا. تعالى حضرتك بعد اذنك نبص كده هوت مع بعض بعد اللي احنا حضرتك قلناه دوت، هتلاقي ان احنا كده هوت رايحين ل عنوان اسمه الايه؟ البلاد سبلاي بتاع المضله. اخر عنوان في المظله بعد ما خدنا التعريف والسايز الحجم والاكستنت الامتداد وخدنا البارتس نص تحتاني وفوقاني، وخدنا حضرتك بعد اذنك العنوان اللي اسمه الاكسترنال فيتشرز او سيرفيسز اللي واخد كيرف انترولاترال او فنترولاترال واللي من ورا بوستيريور، في عند حضرتك عنوان اسمه البلاد سبلاي او ارتيريال سبلاي. طلع ان المظله كل الدم بتاعها يجي من الجزء الرابع بتاع الايه؟ الفيرتبرا ارتري. طبعا اللي حضر معانا قبل كده كنا قلنا في ارتري اسمه فيرتبرال ارتري، وكنا قلنا ان ده بيمشي ثلاث اجزاء عندنا في الرقبه، والجزء الرابع بيدخل السكال من الفورم الماجنم، وده كان حضرتك يمشي بعد ما يدخل السكال ابورد اند ميديالي على المظله، والجزء الرابع بتوع الاثنين فيرتبرال ارتريز يتحدوا مع بعض عند اللور بوردر اوف ذا بونس ويعملوا لنا حاجه اسمها البازلر ارتري. حضرتك الجزء الرابع ده لو تفتكرنا كان ده اتنين انتيبيور سباينال ارتريز واتحدوا، ايه عملوا انتيبيور سباينال ارتري واحد نزل في الانتيبيور ميديان فيشر بتاع المضله قبل ما يسيب السكال عن طريق الفورم الماجنم ويكمل في الانتيبيور ميديان فيشر بتاع السباينال كورد. طلع الانتيبيور سباينال ارتري ده بيدي دم الانترولاترال سيرفيس اوف ذا مضله، يبقى غير انه كان ادى في السباينال كورد الانتيبيور تلتين بتاع الكروس سيكشن احنا بنجمع اهو، ده طلع بيدي كمان الانترولاترال سيرفيس اوف مضله. الجديد عند حضرتك ايه بقى؟ ده برانش من رابع جزء فيرتبرال يجي من تحت الاوليف ويروح لاترال ويلف حوالين الاي سي بي ويرجع لورا، يبقى ده برانش هيجي حضرتك بعد اذنك من رابع جزء فيرتبرال يمشي من تحت الاوليف يلف حوالين الاي سي بي ويرجع لورا. ده رايح للسيريبيلم الاورجان اللي ورا، طلع السيريبيلم ليه سوبيريور سيرفيس وانفيريور سيرفيس، انا رايح للجزء الخلفي من الانفيريور سيرفيس فراحوا مسمينه بيكا بوستيريور انفيريور سيريبيلم. يعني معنى كده ان الانفيريور سيرفيس بتاع السيريبيلم هنقسمه لجزء انتيريور وبوستيريور، اكيد هنبعت للجزء الانتيريور برانش اسمه ايكا انتيريور انفيريور سيريبيلم وده لسه ما خدناهوش، وهنبعت للجزء الخلفي بيكا بوستيريور انفيريور سيريبيلم. طلع ده بيدي دم لايه؟ يدي دم للبوستر ولاترال سيرفيس بتاع المضله بالاضافه الى الجزء الخلفي من انفيريور سيرفيس سيريبيل. اخر حاجه كان من كل رابع جزء فيرتبرال بنطلع برانش اسمه بوستيريور سباينال، وكان كل واحد بيفضل لوحده ما بيتحدوش مع بعض يعملوا واحد زي الانتيريور سباينال، ويسيبوا السكال من الفورم الماجنم وده كان بيرجع يدي دم للسباينال كورد للبوستيريور تلت بتاع الكروس سيكشن، اللي خلاني رجعت ورا السباينال كورد يخليني ادي دم للمضله من ورا جراسيل اند كيونيت تراكتس بيتيوبريكلز. يبقى انا الدم بتاعي
بتاعي فعلا كله جه من رابع جزء بتاع الفيرتبرال ارتري. انتيريور سباينال ابدا حضرتك، قلنا بنقول الانترولاترال سيرفيس بالاضافه اللي كان بيدي انتيريور تلتين بتاع كروس سكشن سباينال كورد، بيكا ده بيبدي البوسترولاترال سيرفيس بالاضافه الى ان هو كمان بيبدي الجزء الخلفي بوستيريور بارت اوف انفيريور سيرفيس سيريبيلم. بوستيريور سباينال ده بيبدي من وراء الجراسيلو كيونيت تراكتس ام تيوبريكال بالاضافه الى انه كان بيبدي البوستيريور تلت بتاعه الكروس سكشن بتاعه السباينال كورد. كده خلصت المظله حضرتك. ديفينيشن سايز اند اكستنت، خدنا حضرتك البارتس، خدنا السيرفيسز انترولاترال او فينترولاترال وبوستيريور، وخدنا حضرتك الارتيريال سبلاي. شكرا.